هذا هو النجم الجزائري سعيد بن رحمة، لا يزال نجمه يسطع في سماء نادي وستهام يونايتد الإنجليزي. الحديث هنا ليس عن آخر مبارياته في كأس المؤتمر الأوروبي فحسب، بل عن احتفاء البريمير ليج به. لماذا مشاهدينا؟ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت عن أن سعيد بن رحمة هو صاحب most powerful goal، أي أقوى هدف في الدوري للموسم 2022 و2023. بن رحمة حصل على هذه الجائزة بفضل ماذا؟ بفضل هدف لاعب، شو بده يعمل يعني غير أنه يهدف؟ دعونا ننظر لكم مشاهدينا كيف هدف ذلك الهدف الذي جعله في قائمة أفضل من سجل أقوى هدف. دعونا نظهر لكم ذلك الهدف. الهدف حدث في مرمى كريستال بالاس، حيث خسر وستهام أمام كريستال بالاس في 26 نوفمبر الماضي في البريمير ليج، إلا أن تسديدته الصاروخية دخلت تاريخ هذا الدوري. فكيف تمكن من ذلك وسط عدد من اللاعبين الذين أحاطوا به وحاولوا صده عن القيام بتلك التسديدة التي تمكن منها حينها رغم محاولات إيقافه؟ استلم بن رحمة مشاهدينا الكرة على حدود منطقة الجزاء، وعلى الرغم من لحاق وإحاطة عدد من لاعبي خصمه به، فقد تمكن من إيجاد مساحة ملائمة للتسجيل. تسديدته للكرة كانت أشبه بقذيفة باتجاه الجزء الأعلى من المرمى، فقد بلغت سرعة الكرة 107.17 كيلومتر بالساعة، 107 كيلومتر و17 متر سرعة هذه الكرة التي سكنت في شباك الفريق الخصم، ليفوز النجم الدوري الجزائري بجائزة أوراكل لأقوى هدف في البريمير ليج. جزائريا يستعد هذا الشاب بن رحمة لمباراتين أمام تونس وأوغندا، وذلك بعد أن ضمه مدرب المنتخب الوطني جمال بالماضي ضمن قائمة محاربي الصحراء الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا. أما أوروبيا فهذا الشاب ينتظره مستقبل، يقف وستهام أمام أول نهائي أوروبي كبير، وذلك في دوري المؤتمر الأوروبي. من المنتظر أن يلعب سعيد بن رحمة دورا حاسما في هذا النهائي. هذا أبرز ما قدمه بن رحمة في الموسم الحالي. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.